مكتب العمل يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي للتوظيف. اعتقال 7 من تجار الحشيش ومصادرة كميات بقيمة 3 ملايين يورو. استرداد 500,000 قسيمة إصلاح. تراجع استهلاك اللحوم لأسباب بيئية وصحية. وظروف مواتية تؤدي لانخفاض الغازات الدفيئة العام الماضي. سلام من الله عليكم وأحييكم من النمسا ميديا لينقل لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. وللتفاصيل، أعلن مكتب العمل في النمسا عن تقديم خدمة بروفس انفورمانت حول المهن باستخدام الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي. ومن المتوقع أن يخفف العبء على الموظفين الاستشاريين، حيث يوفر تجربة تفاعلية وحوارية متعددة اللغات بهدف جذب العمال إلى النمسا. ويعتبر آمس هو أول هيئة وساطة عمل في أوروبا تستخدم هذا البرنامج، والتي تسعى لتحديثه بانتظام، حيث يعمل لجعل المعلومات ممتعة للشباب ويستهدف جميع الأعمار. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرارد كارنر عن القبض على 7 تجار مخدرات من صربيا والبوسنة في ولاية النمسا السفلى. وكشفت إدارة التحقيق في جرائم المخدرات وشرطة مكافحة المخدرات عمليات زراعة للقنب، حيث ألقت الشرطة القبض على 7 أشخاص وضبطت معهم 1451 نبتة قنب وكميات من الإيميفيتامين والكوكايين، إضافة إلى مبالغ نقدية. وكشفت التحقيقات إنتاج وترويج أكثر من 300 كيلوغرام من زهور القنب بقيمة تقدر ب3 ملايين يورو. تمت الموافقة على مكافأة الإصلاح 480,000 مرة في 2023، مع تعليقها بسبب حالات احتيال سابقة من عدة شركات بقيمة قدرت ب4 ملايين يورو. وكانت قد رصدت 74 حالة احتيال في النصف الأول من العام الماضي، وذلك بدءا بنظام أكثر شفافية شمل 3,100 شريك في الحملة التي بدأت في أبريل 2022، وتم استرداد 840,000 قسيمة وقتها وفقا لوزارة حماية البيئة. وتتعلق معظم الإصلاحات بالهواتف ثم الجلايات والغسالات، وقد تم تخصيص 74 مليون يورو لعامي 2024 و25. أظهرت دراسة لمعهد إيجلو للرأي أن 27% من سكان النمسا قللوا من استهلاك اللحوم خلال السنوات 3 الماضية، فيما فاد 11% بتخفيف كبير. وكشفت الدراسة أن النساء قللن من الاستهلاك أكثر من الرجال، وكان نصف المستطلعين لم يغيروا عاداتهم للغذائية. ورصد زيادة 14% في استهلاك اللحوم لدى أولئك الذين يعيشون مع أطفال، وكان دافع حقوق الحيوان سبباً لتقليل اللحوم بنسبة 66% والصحة بنسبة 28%، وكانت البدائل النباتية خياراً رئيسياً لثلث الأشخاص، حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة 75%. تقلصت انبعاثات الكربون في النمسا بنسبة 6.9% في 2023 وفقا لنو كاستينج من جامعة كراتس. وقد تراجع الانبعاثات بنحو 67.6 طن من ثاني أكسيد الكربون، حيث تم استخدام البيانات الشهرية للاستهلاك من الغاز والنفط والكهرباء في التقدير، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الطاقة والنشاط الاقتصادي والاستخدام المتزايد للطاقة المتجددة. ويرى الباحثون أن هذا النجاح يشير لتحقيق الأهداف البيئية لعام 2030 بشرط الاستمرار. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفوجراد على هواتفكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، وأمسية سعيدة، وإلى اللقاء.